قام رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في 13 من سبتمبر بأول زيارة له إلى المملكة العربية السعودية في اجتماع مثمر للغاية في جدة. ناقش صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية وشارل ميشيل الفرص والتحديات التي تنشأ من التطورات العالمية والإقليمية الحالية. هذه الزيارة مهمة للغاية، هي رمز لاهتمام الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على شراكة قوية مع المملكة العربية السعودية لتعميق تعاوننا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. تمثل الزيارة مرحلة جديدة في علاقات الشراكة بيننا، وتأتي بعد 3 أشهر من موافقة الاتحاد الأوروبي على الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع الخليج، والتي تهدف إلى توسيع علاقاتنا وتعميقها والوصول بها إلى مستويات أعلى. ويحظى الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية بالعديد من الاهتمامات المشتركة، فكلانا يرغب في رؤية منطقة الخليج مستقرة وآمنة ومزدهرة، كما نلتزم بالمحافظة على النظام العالمي القائم على القواعد، ونواجه تحديات مشتركة تزيد من الترابط فيما بيننا في مجالات عديدة، بدءا من التعافي الاقتصادي والتحول الأخضر والرقمي ومواجهة أزمة المناخ، وانتهاء بالحاجة إلى التوصل لحلول مستدامة للصراعات في المنطقة ككل. على سبيل المثال، تهدف الشراكة الاستراتيجية الجديدة هذه إلى إقامة تنسيق سياسي أقوى وتعزيز التعاون في استراتيجياتنا التنموية، ألا وهي الاتفاق الأخضر الأوروبي ورؤية السعودية 2030، فضلا عن زيادة التواصل الثنائي بشأن مسائل الأمن الإقليمي وإيجاد طرق أفضل لدفع عجلة علاقاتنا الاقتصادية والتجارية المزدهرة، والأهم من ذلك رؤية جديدة للطاقة المتجددة المشتركة بين الاتحاد والخليج. ولكن تتمحور الأولوية المطلقة التي تستند إليها جميع الجهود السابقة حول تعزيز التواصل بين الشعوب لا سيما الشباب في مجتمعاتنا. يبرهن الوضع السياسي والأمني العام على أننا جميعا مرتبطين ببعضنا البعض، بحيث تؤثر أي تهديدات أو حالات للانعدام الأمني علينا جميعا. عزز الهجوم الروسي غير المبرر وغير المستفز على أوكرانيا الحاجة إلى إقامة علاقات وحوار أقوى بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية. ويحظى النظام العالمي السلمي والاحترام الكامل لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي باهتمام حيوي مشترك بين الجانبين، لذا فنحن نبذل قصارى جهدنا للتخفيف من الآثار السلبية التي سببها العدوان الروسي على الأمن الغذائي في الوقت الذي تنوع فيه أوروبا من مصادر الطاقة الخاصة بها. تبرز أهمية المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى كمزودين موثوقين للطاقة إلى أوروبا. شهدت العلاقات السعودية الصينية تطورا كبيرا حتى وصلت في الوقت الحالي إلى أوجها. ذكر موقع تاكتيكال ريبورت المتخصص في الشؤون العسكرية لدول الشرق الأوسط أن المملكة العربية السعودية ستتسلم من الصين نظام الحرب الإلكترونية إيلينك 906، ومن المتوقع أن يزور ممثلون من العديد من الشركات الدفاع الصينية المملكة العربية السعودية لتقديم عروض لأنظمة الحرب الإلكترونية. وتواصلت بعض هذه الشركات مؤخرا مع وزارة الدفاع السعودية لتقديم مثل هذه الأنظمة. وتفيد التقارير أن وزارة الدفاع السعودية مهتمة بالعديد من أنظمة الحرب الإلكترونية الصينية، ولا سيما نظام إيلينك 906. وقد يظهر في نهاية هذا العام في الترسانة السعودية هذا النظام المعقد، وعد بإحداث ثورة في الحرب الإلكترونية للجيش السعودي. إنه نظام الحرب الإلكترونية المتكامل للشركة الصينية إيلينك وCAC. هناك القليل جدا من الوثائق حول هذا المنتج، ولا يجب الخلط بينه وبين نظام التشويش المضاد للطائرات CHL-903. النظام الذي دخل الخدمة مؤخرا هو في نفس الوقت نظام سلبي ودفاعي وهجومي، وهو مشتق أكثر حدثا من LDK-190، وهو يستخدم لكشف رادارات العدو لمسافة 600 كيلومتر، تحديد الموقع وتحديد وتصنيف انبعاثات العدو الإلكترونية على هذه المسافات، حماية الرادارات والأنظمة المضادة للطائرات من الصواريخ المضادة للإشعاع من خلال تغطية ترددات الرادار، منع الاتصالات لمسافة 300 كيلومتر، منع العدو الجوي والبحري والبري من استخدام أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية GNS لمسافة 300 كيلومتر،
ترددات التشويش من 0.5 إلى 40 جيجا هرتز، كشف الطائرات والسفن الشبحية، كشف الطائرات بدون الطيار التي يتم توجيهها عن بعد وإزالة ارتباط البيانات الخاص بهم بالأرض، كشف طائرات AAW على مسافة 500 كيلومتر، تعطيل بعض المعدات اللاسلكية بقدرة نقل اتجاهية تبلغ 500 كيلو واط. إنه ليس نظام الحرب الإلكترونية الوحيد الذي قد تستخدمه المملكة العربية السعودية، حيث تجمع ENP بين ترسانة من المعدات الصينية والروسية وجنوب أفريقيا وألمانيا. كشفت مصادر عن معلومات جديدة حول اعتقال الاستخبارات السعودية قائد المنطقة السادسة الموالي لجماعة الإخوان هيكل حنتف بعد اعتراض طائرة كانت تقله إلى القاهرة وإجباره على الهبوط في مطار جدة. وأفادت المصادر بأن عملية اعتقال حنتف جاءت على خلفية إجراء السعودية تحقيقا عسكريا حول أسباب سقوط جبهة اليتمى بيد الانقلابيين في ديسمبر من العام الماضي، خاصة بعد تقديمها أسلحة نوعية وكافة متطلبات القوات المتمركزة فيها كونها القريبة من نجران. وذكرت أن لجنة التحقيق السعودية حملت محافظة محافظة الجوف قائد محورها العسكري القيادي في حزب الإصلاح الإسلامي أمين العكيمي وقائد ألوية حرس الحدود آنذاك هيكل حنتف مسؤولية سقوط جبهة اليتمى الاستراتيجية بيد قوات صنعاء، موضحة أن العكيمي خلال تحقيق اللجنة السعودية معه ألقى بالمسؤولية على حنتف، مستندا إلى تقرير أصدرته هيئة الأركان اليمنية، إلا أن حنتف نفى تلك الاتهامات، رافضا الاستجابة لاستدعاء لجنة التحقيق بالحضور إلى الرياض. وأشارت المصادر إلى أن حنتف أعد نفسه للسفر إلى القاهرة تمهيدا للمغادرة إلى تركيا، إلا أن الاستخبارات السعودية علمت بتحركه من مطار سيئون وطلبت من الطائرة الهبوط إجباريا في مطار جدة ليتم القبض عليه. المصادر ذاتها نفت روايات اعتقال حنتف أثناء توجهه إلى العمرة، مشيرة إلى أنه لم يكن لليمنية أي رحلات من سيئون إلى جدة يوم القبض عليه. وكان قائد القوات المشتركة في نجران قد كلف مطلع العام الحالي قائدا جديدا للواء الأول حرس حدود بديلا عن اللواء حنتف، إلا أنه فشل في تطبيق القرار بسبب ولاء أفراد اللواء لقائدهم. وعصفت خلافات بالأولوية العسكرية التي شكلتها السعودية في محافظة الجوف بسبب تعامل القيادة العسكرية السعودية مع قادة وحداتها، وصل حد احتجاز عدد منهم في نجران جنوبي المملكة، وانتهت بتشتت تلك الوحدات وتسرب أفرادها من معسكراتهم. وأوضح المصدر أن القيادة السعودية ناقمة على حنتف بسبب تعزيز جبهات القتال في جبهة البلخ جنوب مدينة مأرب المركز الإداري للمحافظة لمساندة قوات الجيش هناك في ذروة الهجمات الانقلابية في العامين الماضيين دون إذن من تلك القيادة التي كانت رافضة لذلك. كما يخضع محافظ الجوف الشيخ أمين العكيمي للإقامة الجبرية هناك منذ أشهر. وقال مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه إن العكيمي منع من مغادرة السعودية حيث عممت اسمه على جميع المنافذ والمطارات لعدم السماح له بالسفر.